بعد غياب لأكثر من 3 سنوات عن المشهد الثقافي، متحف قصبة الودايا يعيد افتتاح الأبواب ديالو تحت اسم المتحف الوطني الحيلي وبحلة جديدة. هذا المكان اللي كتربط ساكنة مدينة الرباط به واحد العلاقة وطيدة وخاصة، كان خلال هذه المرحلة كيتقاموا فيه أعمال من إعادة من أجل إعادة صيانة وتهيئة وترميم المتحف باش يكون عنده جميع المعايير المناسبة واللازمة من أجل استقبال ومواكبة العرض المتحفي واستقبال عروض متحفية سواء على الصعيد الدولي أو الصعيد الوطني. وفي نفس الوقت كانوا ورشات دي زاتولي دو كوليكسيون اللي كان من خلالهم تتم عملية انتقاء وصيانة وإغناء سورتو اللقى المعروضة. اليوم المتحف كيف تفتح الأبواب ديالو بمسار متنوع مختلف وسينوغرافيا جديدة اللي كتخلي الزائر يتعرف على تاريخ الحيلي ومراحل التطور ديالو، الأنواع ديالو، نقاط التشابه أوجه الاختلاف. وهو في نفس الوقت فرصة للزائر من أجل التمعن في جمالية الحيلي شكلا ومضمونا. متحف مصايب بمغاربة، مقيوم بمغاربة والمغاربة، كون انفيت توس يجيو يشوفوه ونتمنى يكون عنده حسن استحسانهم. في الواقع المتحف هو إضافة للمشهد الثقافي المغربي، إضافة للمشهد الثقافي لأنه أول مرة غادي تعمل في الرباط متحف متخصص في الحلي، في مجال الحلي والمجوهرات واللباس، متحف متخصص سيغني الرصيد المتحفي لمدينة الرباط ويغني الخريطة المتحفية في المغرب ككل، وسيمكن الرباط بالفعل من أن تكون عاصمة للثقافة والأنوار. هذا المتحف هو إضافة على اعتبار أنه يقدم قراءة تحقيبية كرونولوجية للحلي منذ ظهورها مرورا بالحقب التي قطعتها الحلية في اللباس المغربي منذ ما قبل التاريخ إلى الآن، أيضا الحلية في المدينة والقرية على السواء، الحلية ومكملاتها، لأن الحلية في حد ذاتها هي تكملة للباس يلبسه الإنسان. اللباس قد يكون للمرأة وللرجل على السواء، والحلية قد تكون فضية أو ذهبية على حسب المناطق للإنتاج. فكان من الضروري أن نعيد توزيع هذا التراث الوطني حسب الجهات وأن نقدمه في هذا القالب في سينوغرافية جميلة تليق بمتحف متخصص، بمتحف يستجيب لمتطلبات العرض المتحفي.